الأهلي يتقدم على المصري 1-0 في الشوط الأول بهدف من صناعة إمام عاشور وإنهاء نموذجي لرضا سليم. كابتن شريف، شوط أول جيد للنادي الأهلي نتيجة، لكن اللعب كان تقريبا محصور في وسط الملعب، ما شفناش خطورة على المرمين إلا في آخر ربع ساعة من النادي الأهلي. أولا مبروك الهدف اللي جه في الشوط الأول، وإن شاء الله تكمل على خير النهاردة وتبقى بداية قوية، وما أجمل البدايات اللي هي تبتدي بالفوز. يعني هو الحكاية تنحصر في التعامل بين اللاعبين مع بعض في هذا الشوط، وده اللي أنا قلته لك قبل المباراة، كيفية إزاي اللاعب اللي هو بيلعب على فرقة جديدة عليه، خاصة لما تلاقي ناحية الشمال اتنين لعيبة إمام ورضا، كويس، دول جداد في الحكاية، لغة التعامل، وجه التعامل، ولكن لازم المدير الفني كمان يفطن الى مساعده هؤلاء اللاعبين. لازم يبقى عندك تيمبو في نص الملعب، لازم يبقى عندك بلاي ميكر يوفر على اللعيبه دي انهم يبقى بلاي ميكر ومنفذين في نفس الوقت، خدت بالك، ويعملوا فينيشنج يعني. فلازم انا يبقى عندي عقل مدبر لجميع التعامل. عندك ديفندرز كويسه جدا، عندك ناس بترجع بسرعه وبتمسك الكره، ولكن لازم يكون في فوتبولر يعني على سبيل افشه اللي هو التواجد اللي عندي في وسط الملعب ده، راجل لازم يبقى موجود دلوقتي، وخاصه كمان انك كسبان 1-0. الشوط الاول كله ما فيش غير كر وفر من الفرقتين، حقيقه محاوله للدخول خط ال 18، كرات عاليه بيحاولوا يشغلوا انتوني موديس ده باي شكل، ما فيش كره مظبوطه بتروح له، جات له كرة كان ممكن يبقى الجود لك بقى والتوفيق اللي انا قلت لك وعدم التوفيق، اللي هي وقعت من ايد الجون، ولو شافها كويس او حط رجله وش رجله جامد فيها كانت دخل الجون، كنا كسبنا النهارده الكسر دخول الفرق الجديده مع الجماهير مع البتاع اللي بيجيب جول خلاص. يعني رضا النهارده ما شاء الله يعني بقى عند الناس كلها اداء ومجهودا وفكرا وتنفيذا وبيحاول وكل حاجه، وامام عاشور بيعمل من اجمل الاسيستات، الاسيست اللي اتعمل في المباراه في ال 45 دقيقه في الرؤيه، ازاي يريح زميله اللي جنبه. هنا في بقى علاقه اللي انا قلت لك ازاي، هل هيبقى في علاقه لعب وتعاطف وحب وثقه في الاداء وثقه في الامكانيات مع بعض، هتلاقي رضا بيرد الامام بعد كده. ف في حاجات كتير عجباني انا في بتاع محاولات التصويب كتير من اي مكان من مختلف اللاعبين من كل حاجه، لعيبه بتخش في ثقه تاني وبترجع. فتره الاعداد اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي كان لا ينقصها غير احساس الملعب والمباريات الرسميه. صحيح، تكمل على خير في الشوط الثاني النهارده يا رب ان شاء الله باذن الله، ويا رب يكون في تواجد لقفشه انا محتاجه في الشوط الثاني، ربنا يسهل ان شاء الله. كابتن اسامه، تقدم مستحق النادي الاهلي، هو كان الاكثر اصرارا على تسجيل هدف وخصوصا في الثلث الاخير من الشوط الاول. مظبوط، يعني سرعه الاداء زادت قوي في اخر ربع ساعه او 10 دقائق، حتى الكثافه العدديه داخل ال 18، يعني تحس الكره بتتلعب بالعرضيه او من كورنر، بتلاقي ال 18 كله متحزم بعدد كويس وجوه ال 18، وفي اصرار ما كانش واضح من اول الماتش، يعني من اول المباراه في سرعه كبيره من الفرقتين في الاداء، ولكن بدون خطوره حقيقيه لا على الشناوي ولا على محمود جاد. كانت معظم اللعب زي ما انت قلت في البدايه كان محصور في وسط الملعب. اخر 10 دقائق او ربع ساعه النادي الاهلي سرع من ادائه كتير قوي، في حركة كبيرة من ناحية رضا سليم، من ناحية بيرسي تاو، الاثنين عندهم سرعات كبيرة، لكن احساسي ان رضا سليم مخنوق شوية ناحية الشمال، يعني هو بيعدي بس بحس انه مش معدول، فينيشنج مش عدلته، يعني صح. انا حاسس ان رضا سليم ده لو لعب ناحية اليمين، بس هي المشكلة التانية ان بيرسي تاو نفس الشيء، بيرسي تاو لما بيروح ناحية الشمال بيقل كتير عن ما بيكون ناحية الجبهة اليمين. صح. لكن الاثنين على الاقل يعني فتره معينه من اللقاء انه ممكن يجي رضا شويه هنا ويروح بيرسي تاو هناك الى حد ما. النقطه اللي انا بتكلم فيها تملي ان ديانج بيعمل جهد كبير جدا جدا جدا، ولكن برضه بحس انه مزنوق ناحيه الجنب اليمين،
بحس انه لو يلعب رقم ستة اللي هو امام الاثنين مدافعين بيبقى متحرر اكتر ومسيطر على الوسط الملعب اكتر. يعني المحاولات في المكان ده هو بيعمل مجهود كبير بس مجهود مهدر. ما هو انا بقول لك تملي النهايات بتاعته مظبوط انت وتوفيق انت وحظك يعني مش ما بيبقاش فيها اتقان بيطلع بالكوره سريع جدا وبعدين التصرف في الاخر بيبقى مزنوق شويه غير لما بيبقى في رقم ستة. ايا كان النادي الاهلي طبعا قدر يجيب جون جميل قوي التمريره بتاعت امام ثم تسديده رضا سليم وابتدى اخر 10 دقايق زي ما قلت لك هو الافضل. ولكن زي ما انا متفق مع كابتن شريف اعتقد لو مجدي قفشه نزل لان ما فيش الحاجات البينيه للاعيبه اللي قدام خاصه رضا سليم سريع قوي بيرستاو سريع قوي لو قفشه لعب هتفرق برده شويه في الشوط الثاني. كابتن عادل شفنا اسيست رائع من امام عاشور وشفنا هدف اروع لرضا سليم الشوط الاول. يعني اكيد يعني شوط بدايه دوري جيد جدا بعتبره في الفينشنج والعنوان بتاع الشوط الاولاني مهاره امام في الباص فعلا ومهاره وتسديد رضا في الشوتينج وسرعه رضا وتاو في الاطراف ادت للنادي الاهلي ميزه كويسه قوي ودفاع ديانج مع كوكا في نص الملعب اللي هي حته افساد الهجمات لفرقه المصري زائد امام عاشور زيادته قدام ال 18 وبيروح بالكوره وده كان العنوان الرئيسي للمباراه. هل الشوط الثاني الوضع هيختلف؟ علي ماهر هيبتدي يهاجم النادي الاهلي ويضغط بقوه من قدام؟ اكيد طبعا وهنا بقول لك ويمكن انا في كلامي بقول لك سرعه رضا وتاو دي مهمه للغايه اللي هي الحته بتاعت سرعه رضا وتاو في الحته المرتده لان علي ماهر اكيد هيغير من طريقه لعبه كان بيلعبها ان هو بيقابل النادي الاهلي من تحت شويه لكن دلوقتي هيضغط على النادي الاهلي عاوز يعوض اهدافه هيلجأ للدكه اكيد هيغير اثنين في الدكه اكيد هيغير في اثنين ممكن يغيرهم ولكن الاهم من التغيير اهم حاجه بالنسبه للنادي الاهلي ان هو في اول 5 دقائق يوري النادي المصري الشوط الثاني ان هو نازل هيهاجمه ولو هاجمه والنادي المصري هاجم هتلاقي عندك مساحات كبيره وانا قلت لك في البدايه تكمله امام زائد سرعات الطرفين هتدي للنادي الاهلي تميز كبير. طيب كابتن بلال عايز اكلمك في نقطه معينه بالنسبه لثلاثي الهجوم. الحريه لرضا سليم في مكانه الاصلي هتميزه عن المكان اللي هو بيلعب فيه دلوقتي. تاني حاجه لما يلعب في مكانه الاصلي هو مميز بالعرضيات. هيبقى افيد فنيا بالنسبه لمودست. معايا ولا مش معايا؟ لا حقيقي. بص خد بالك انا لما يبقى عندي لعيب امكانياته 90% او 95% ناحيه اليمين وهيديني مردود 40 50% ناحيه الشمال يبقى العب بيه ناحيه اليمين. تمام. طيب بالنسبه لرضا سليم بالنسبه لبيرسيتاو هو ممكن يأدي 70% ناحيه الشمال. صح فاهم قصدي؟ خد بالك انت لازم برضو تعكس الامور وتتكلم فيها. انا النهارده لو حطيت بيرسيتاو هيديني كام في الميه ناحيه الشمال؟ لا ممكن يدي 70% ناحيه الشمال. تمام لانه بيدخل لجوه كتير وبيوسع لعلي معلول بالظبط نفس الاسلوب مش هيتغير يقدر يشتغل في الحته دي مع علي معلول بشكل كبير جدا بالزبط. جدا 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 وهتوصل للجولز اللي انت عايزها الاهداف اللي انت عايزها مظبوط. انما النهارده رضا سليم انت كل كوره عايز ياخد الكوره ويروح على الخط لا يروح على الخط يروح على الخط. طب انت هتروح على الخط في الاخر انت مضطر انك تلعب بشمالك او ترجع تمام فهتعمل ديلي للهجمه فبالتالي انت بتفقد الخطوره بتاعتك. فانا شايف حتى وانت متقدم لازم تعديل في الملعب بشكل في الطريقه ولا في الافراد؟ تعديل في الافراد. ما هو تعديل في الافراد يبقى انت هتغير من نمط الجيم زي يعني النهارده لما تلعب رضا سليم ناحيه اليمين مش كل كوره هيروح بيها هيضطر ان هو يقوم راجع وقاطب بيمينه ومستني ومستني امام عاشور يروح صح فيبتدي لعيبه المصري هم بيرجعوا كويس مزبوط. بيرجعوا بسرعه تمام فبيقفلوا الحته دي. لا انا قصدي التغيير في الافراد يبقى هتغير الطريقه مش قصدك هتغير 4-2-3-1 ولا ممكن تلاقي تغيير نمطي يعني بيخرج حد من نص الملعب لا خد بالك وينزل مثلا حتى انت تغير اللعيبه في الملعب مش بتكلم عن تغير من جوه لبره لا انا بكلمك انك تغير اللعيبه داخل الملعب يعني انك تلعب برضا سليم ناحيه اليمين وتلعب بيرسناو ناحيه الشمال اوكي وتلعب بمودست زي ما هو انت بس هتغير اللعيبه رضا يجي ناحيه اليمين خد بالك كابتن ايمن في بعض الماتشات انت ممكن تجيب لعيب مش على عدلته علشان في
يعني ميزه معينه او في ضعف معين في الحته الثانيه. يعني انا ممكن النهارده يبقى مثلا الرايت باك بتاع المصري بطيء وانا عندي رضا سريع، فاقوم حاطه الناحيه دي عشان استغل الحته دي، تمام. انما انت الملعب يعني مش مظبوط من عندك انت، مش من عند الفرقه الثانيه. العدل يعني هو بالظبط كده، العدله مش مظبوطه من عندك انت. فانت بالتالي اعتقد انت التغييره لو حصلت وحطيت انت رضا ناحيه اليمين وحطيت برستاو ناحيه الشمال، انت مش قادر تاخد ال 100% من برستاو. صح، تمام، خالص. حلو، فليه مش قادر تاخدها؟ هو عايز يقف ويرقص وحسين السيد مش مديله الحته دي، ورضا كويس ورضا فايق، تمام. طب ما تحطه ناحيه الشمال وحط رضا ناحيه اليمين وتستغل انت بس الهجمات المرتده السريعه اللي هتجيلك كتير جدا الشوط الثاني. انت كل الهجمات المرتده السريعه يا كابتن انت مش قادر تستغلها. بس هو في نقطه انا عايز اتكلم فيها بالنسبه طلعوا نادي احمد عباده بالنسبه للاربعه علي معلول ورضا سليم وهاني وبرستاو. هتبص تلاقي المدربين بيحبوا الحته دي، يحطوا يحطوا العكسيين مع بعض. يعني مثلا رضا سليم بيلعب برجله تحطه الناحيه العكسيه ويحطه في حته الشمال، وبرستاو بيلعب برجله الشمال فبيحطه ناحيه اليمين علشان الدخول. حته رضا سليم دخوله جوه الملعب يمكن لو كان في ناحيه اليمين ما كانش دخل في المكان ده، لكن في ناحيه الشمال هتلاقي رضا سليم كتير قوي عشان يفضل علي معلول فهتلاقيه داخل لجوه. تظبط اكتر برضا هو مش قادر يفضل علي معلول. خد ده ستايل لعبه يا كابتن عادل. انا انت بتتكلم في ستايل لعيب، تاخد بالك. انا الستايل بتاعي انا دايما خد بالك انت كل كره بياخدها تملي على اللاين. برافو عليك. كل كره تملي واضح من اداء لعبه ان تملي عايز يروح لبره. فلما بيروح من ناحيه اليمين سهل قوي بيعمل العرضيات. حلها ده هيبقى افيد لمودست. ايمن حلها رضا يمين وعب قادر شمال وتشيل بيرسي. هنعمل ايه؟ الماتش ده عايز كده. بس هو مش هتقدر تعمل كده. لا ولا لا بس هو يمكن هتسيب الراجل ده هتسيب الفافورين اللي هو النهارده هتسيبه في نفس المكان هناك. لا هتغير بيرسي تاو تحطه شمال. ممكن احط بيرسي ناحيه الشمال. انا راجل عايز احافظ. فاكر انت ما كنت بتقول هل يعني انت فاكر لما كنت بتقول لي عايز احافظ على المكسب؟ خد بالك، هل انت الدخل او الدخول بتاع احمد عبد القادر هل انت ممكن تشوف ان ممكن عبد القادر يديك 100% في الوقت في التوقيت ده؟ الله، ولا شايف ان بيرسي تاو ممكن يكون فايق؟ يديني 30 لا وبعدين يديني 30 دقيقه سريع عشان الوقت. بس كلمه سريعه، اتفضل. انت احيانا المدرب بيحسب قوة الطرفين عنده، ده بيدي كام في المية وده بيدي كام في المية. أكيد هو حاسبها بالطريقة دي إنها تدي ناتج أكبر من إنه يعدي. نتمنى الناتج يزيد الشوط الثاني. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الآتي. التحقيق الفوز الشوط الثاني. عندك كلام يا كابتن شريف؟ أفشة وعب قادر. طب يا كابتن ماشي، هنقول للراجل كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة. انتظرونا.